قبل يفكر يعرف يتصرف، بس هم محترمين وحبهم اثنيناتهم والله، خاصة احمد. يعني احمد علاقتي به يعني قوية قوية، يعني حتى نتخيل عالية الصيغة. انا اريدك تحكي لي اقوى موقف، او اقوى موقف صار بينك وبين احمد ياسين، كان مو ضحك. يلا اي انا قلت بينه وحدة من الاسرار. أي. بس يعني بيها شوية الفاضل عادي مشيها شوية يعني انت دير بالك يعني لا تتجاوز. اليوم كان مدربنا حكيم شاكر، تحياتنا للكابتن حكيم شاكر، كان قال له احمد ياسين كلش مو زين باللعبه، حيل مو زين باللعبه، حيل مو زين. قال ياسين قوم انت سويت لي باللعبه. كان احمد ياسين قام هيك شيء، كان صفن علي قال له كابتن انا اضرب روحي اليوم خرا، بس شو اسوي بعد؟ يقول له اضرب روحي اليوم مالك روح خرا. انت عود عدنا قابك والله عتيج. ما اقدر والله يشوفون. لا وليد لا لا يا وليد مش كده. عادي سامحونا اخوتي ما تعرف يعني. يوم البرنامج مالك فليش علي دي اخر على يا اخوان رمضان كريم. لا 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 عدري انت صلعت من نظاري، حطيتها من نظاري ما قعدت انا نسيتها. يعني اعتذر بالنيابه عن ولي. أنا ما أشكره. زين وليد كابتن الحكيم حكيم شاكر إيش رد عليك؟ متنا النضع بعد خلاص. متنا النضع كنا. بكران. لا وليد لا. لا والله مش مو خربته. لا صدق. ما راح يبقى لنا أحد بهذا اللايف. ما ونهيتني. لا 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 يبقون. اخواتنا هذا مش يعني شوي عادي يسمعون بس الثقافة كلها ثقافة. زين من رجعت للغربة قلت لي شنو والله لحد هاي اللحظة انا اضحك علي لحد هاي اللحظة بس شاهد عد راجي برر روحه عد راجي برر روحه.